لم تجد الأحزاب السياسية في العراق بدًا من إنقاذ نفسها في محاولة أخيرة أمام موجة التظاهرات التي لا زالت تجتاح مدن البلاد، رغم كل عمليات القمع والاغتيالات والاعتقالات العشوائية التي تنفذها عبر أجنحتها المسلحة ضد ثوار تشرين في حراكهم السلمي، وهو ما دق ناقوس الخطر عند الناشطين والصحفيين والكتاب والمثقفين. هذه الوقفة هي للضغط على الحكومة العراقية لسحب القانون من أدراج البرلمان وإعادته إلى أدراج الحكومة، لونه قانون أقل ما يوصف أنه قانون جرائم إرهابية، يحاسب صاحب الرأي على أنه ارتكب جرم جنائي أو جرم إرهابي. الأحزاب هذه المرة لن تستخدم الرصاص لإسكات صوت الشعب الثائر كما استخدمته طيلة 17 عاما ولم ينفع في إسكات صوت الثائرين، بل ستلجأ إلى الحيل القانونية التي طالما استخدمتها لنهب البلاد وقمع الشعب منذ عام 2003، مستغلة دستورها الذي تسخره كل مرة لخدمة أجنداتها الحزبية والسياسية. قانون الجريمة الإلكترونية اللي تم القراءة الثانية في مجلس النواب هو تكريس وتمهيد لمرحلة ديكتاتورية جديدة تقمع حرية التفكير وحرية التعبير عن الرأي. القانون اقترح عام 2011 لكنه جوبه باعتراضات شديدة لتضمنه فقرات تثير الشك وتخرج من إطار الإصرار على إقراره بذريعة معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومة إلى احتمالات استخدامه كأداة لردع حريات المواطنين والصحفيين والكتاب، لأن ظاهره محاربة الإباحية والتشهير والابتزاز وباطنه كتم الحريات ومصادرتها وقمعها بكل قوة.